معقول اذا استوديو طلعك عم تطير مثلا بالنبي؟ لا يا ابن الحلال، شو بدك؟ هيك النقطة
انا مصور كل مشهد يعني كل مره عايد الغنية 10 مرات كل مكان. انا معك. طيب انت شغلتك تفوت طالع اجمل مقاطع منه. انا مشان ما افتح العشر الفيديوهات واتعذب بالمونتاج وهي فتحت اثنين بس اخذتهم طبقتهم على الغنية وقال صار قصه شو بدي افتح لك يوم تلياته اللي بتعب هيك. طب اللي اول هيك يا اخي قول انت شغلتك فاضي إيه انت ما قلت انه مصور 100 فيديو شو انه علاقه انت اللي ما خرجي ما خرجي يا اخي شو اللي اعطيني انت شغل مع كبار الفنانين لك اي فنانين هذا مسخره لا تعلي صوتك ما تعلي صوتي يا اخي خلص طب لي حط لي فلاش خليني اخذ غنيتي ما بدي ليش اعطيك يا بفلاش خلص احسب العمل كله وروح بدي اصور غيره شو العلاقه نحن تعطيني حق العمل؟ انا حق عمل انت بتعطيني حق المونتاج؟ انت شو عملت؟ عملت مسخره يا رجل لا تقول مسخره على الشغل الله يرضى عليك واحد احنا كبار فنانين بيجوا هون بيطلعوا رافعين راسهم باعمالنا اي عمل اي عمل اي عمل اي عمل لا تكبر غلط احنا مهتمين حالنا عود خليني لو سمحت عود ثاني مره بالله ما بدي شيء منك خلص بس لو سمحت حطوا لي اياها ببلاش انا شغلي ما بدي حاسبك شو حاسبك يا رجل شو عامل لي مسخره بدك يعني حاسبك على شو؟ صار لي يومين عم بشتغل شلون يعني عم بشتغل يا اخي تعتبر غلط في شغل بيناتنا طيب اعطيني غنيتي خليني امشي بحسبه تحاسبني عليه بس هذا انا خلصته عجبك خير ما عجبك تصطفي يا اخي انا ما اتفقت معكم هيك شلون انا ما اتفقت معي هيك انا الحق علي انا اللي باخذ منك رابون يعني الشاب وين هذا راح انا اتفقت معه قلت له قلت له للشاب انه بتعطيني غنية كويسة ما كانت مثل ما بدي ما بدي اياها شو هذا انا ما اتفقت معه هيك خلص لا تاخذها يا اخي لك يا ابن الحلال اعطيني غنية خليني امشي يا اخي والله يا خلص يا شغل بعدين راسي انت قلت لك نزلها بست اشهر شلون لحالك اياها بخمس ست ايام استغفر الله اخي مالك شيء لحالك يا رجل موعد شغلك ان شاء الله انت بتروح بتكبها بجهنم الحمراء ما بتحاسبني ما الك عندي شيء من الاخر لو شيء ما بدك يعني مسألة يا حبيبي إذا هيك وصلتها أنت أنا بوصلها أعلى منك لا بدك تعطيني الغنية غصب عنك يعني أنا ما جيت ليك أنا معي حق مليون بالمية أنت أفر حرف عم نعم تحكي أول شيء يا أخي ما كنت أقول عيني بس أنا أعطيني شغلي وأمشي أخي روح اشتكي ما لك عم بشي لك يا أخي اشتكي لي ما بدك أنا ما بشتكي قول له نون استوديو ساوند وشو ما بدك تساوي يعني انت فرحان بطولك عم توقف وبشوبر كلياتنا عنا طول بنقدر نوقف حاج تعمل لي هيك وبشوبر عود لنحكي كلمتين رب غلطان بس اعطيني شغل خلينا نمشي بس ما بدي شيء ثاني اعطيني حاسبني بحساب الغنية لك يا انا في عندي مين عم يشتغل نحن ثلاثة هون مو واحد حتى بدك تمشي اذا انت مقتنع بالغنية قل لي يا اخي والله مقتنع وزيادة انا مسخرة من الزاوية يا اكثر من هيك شو بدي اعطيك هذا كل هو مسخرة لك احترم حالك بقى انا محترم حالي انت احترم حالك رجع الغنية عيطت على بطوطة الله يرضى عليك ما عم بالك لا بطوطة بس انا عم بالك شو اللي بيدقوا حق يا ابن الحلال انت عم تنصب وانت عم تحل ستيل المصابة هاي معناها عم تنصب علي نصب عينك على ما نصب عينك في حكومة برا ولا لا؟ ما في حدا ما بسألك للشرطة اعطيني الفيديو تبعي اعطيني اياه اعطيني حاسبني عم لك حاسبني عم لك ما يلعب عندي شيء اذا ما بتحاسبني بس خلينا عن الون ايدك عن مين ترى لو سمحت اوعى تلمس اي غرض يا اخي انا بس ما بسمح لك تقدم على الكمبيوتر هذه فيديوهات شخصيه لك بعد عني احسن خليني اخذ فيديوهات بس اخذ الفيديو هذا ورا تضرب كمان انا ما بضرب يا اخي انا بس اخذ فيديو وامشي خلص شيل ايدك عم لك لا تلمس اي غرض ليك اخوي انا لحد هلا ما حكيت معك شيء ها اقسم بالله العظيم والله العظيم شوف انت غنداس بصوتي ما عم برضى ارفع ايدي عليك واعم كانش ايدك كانك انت شيل ايدك شو بدك شيل ايدك خلص روح منه خلص اعطيني الفيديو خليني امشي حبيبي انت كانك زودتها غني وما في شو بدك انا ما زودتها نزل ايدك شو بدك نزل ايدك انتوا اثنيناتكم علي ما راح احكي معكم انا دايس بصوتكم يلا احمي حالك وامشي من هون انا فرجيكم غني غني راح اخذ غصب من راسك وراسه نزل ايدك نزل ايدك يلا 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 حياة حياه القران عند ابو عصام انا قطعت حماله والله مقلب مقلب والله العظيم مقلب شو يا رجل شيل ايدك شيل ايدك شيل ايدك يا رجل تركه خلص مقلب شو شوف هي وحده وهي اثنتين شفتها؟ مو هذا الفيديو حي والله مو هذا هو اعطيك اسف ماي قول هاي للكاميرا وحدة تنتهي شرف بن ادم ماتوا بالزبده يا رجل يا من كل عليك رح نشتغل هيك شغل مثلا ما بعرف عشت الدور انا وصلت عليه جد هذا الشاب بيعرف ماله بيعرف كم ما بيعرف كل العالم بتعرف نحب نقول لك ان شاء الله الف مبروك وكلت المقلب بسلام هذا المقلب الاستديو يعني هذا ضروري هاي اول جايه لعنا لازم ما تطلع هيك ان شاء الله عجبك افرك بالفيديو وباطك ورجليك جاي لعند عازم ما بيسالك اعطيه اعطيه جيب له شو اكل؟ اشرب مي؟ بعد اذنك معي معي بزرتي
حتى هاي مامي. والله انا عصبت اكثر منك. طالع وشي. لا يا شباب والله ما كنت اتوقع منكم هيك يعني. انا هلا نحن قلنا لك امبارح وعدناك بشيء يطير عقلك. هيك طار عقلك ولا لا؟ عصبتوني. هيك طيرنا لك عقلك نحن بس. والله العظيم. انا قد ما فيني انه بكفي انه صبور شوي يعني ما كثير والله ما شاء الله ما مو عصبي ولا واحد. روق دمك. انا سبعان برا لقياط وعم بقول ان شاء الله ما يضربون. عاملين حساب دحنا. لك الله لا يعطيك العافيه عليك معلم. وش يعرفكم شلون خطر في بالكم؟ مو نحن مو عم نقطع الشيء الحلو الشيء ما حلو عم نحطه بالغنيه، طبقنا كل شيء ما بدك اياه خارج نطاق الغنيه، طبقناه حطيناه فيديو مع الغنيه. هاي الشرطه. بلا الشرطه اللي في حدا. عاملين في مقلب وبدك تضرب الشرطه كمان. وهي ارجاكم ضحكته وسلم عليهم يا جماعه. اخواتي انا ما توقعت ابدا يعني ما لو كان في احمد او عذاب ما كان شكيت شوي انه مقلب بس انه ما بعرفوا الشباب يعني ثاني مره يمكن بعد ما يعني ثاني مره بيجي لعنا بس والله الشباب كانوا بيروحوا على كيف بس والله جد طلع محترم يعني انا توقعته انه يكسر ويخبط وكذا بس انت رايح ورايح عم تنجد حالي بس يعني ما بريد اعمل شيء غلط يعني مو مكاني مو استديو يعني ماني ببيتي والله بقوله بس والله ما توقعت ابدا منكم صراحه ولا مكانك ومطرحك يا اخي خلاص يا طيب علم هلا بس اشوف الفيديو الحقيقي بس تصير 100% الغنية وعملنا له غنية رح تضرب ان شاء الله رح تكسر الدنيا ان شاء الله ان شاء الله رح احط لكم اياها المونتاج شوفوها اعطوني رايكم فيها الغنية وهدول الاثنين جزء بسيط منها وهدول الاثنين بما انه بلشوا فيني بقلب الايام بيناتنا رح تشوف فيديوهات شو رح اعمل فيهم برد لنا يا عم رح يطلع بنشوف الايام بيناتنا يا شباب بنشوف هلا اول شغله شباب وصلونا هذا الفيديو ل 10000 لايك يعني هذا الفيديو راح انشره بقناتي بس 10000 لايك لا اخذ منه اخذ منه شو ما كان تعطوني اياها غصبا عنكم هلا والله الله عن جد الله يكرم يلا راح اخذ الفيديو هاي صار غنيه وفيديو كمان اخواتي وصلونا يا عاد ما فيكم لايكات ورابط قناة الشباب كمان موجود بالوصف اشتركوا فيها ورابط قناة العمل الغنية كمان موجود بالوصف بالاستديو بالوصف اشتركوا فيها ويعني اعتبروها قناتي الثانية فان شاء الله رح نقدم لكم فيديوهات حلوة مع بعض الشباب يعني شفت الجو يعني ما شاء الله اخذين دورهم على كيفكم معلم يعني تقريبا هاي كم فيديو كنا عاملين بس هاي اول ملفنا على حدا بما ان شباب يعني شفت ملامحهم كانت جديه بيستاهلوا يصوروا معنا فيديوهات ان شاء الله من هون ورايح ان شاء الله انتظرونا بشي فيديو جديد مع بعض فيك ان شاء الله تحياتي لكم السلام عليكم